نشرة أخبار الواحدة، أهلا بكم مشاهدينا. والمستهل بالعناوين: رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يخص رئيسة جمهورية الهند دروبادي مورمو باستقبال رسمي في ثاني يوم من زيارة الدولة التي تقوم بها إلى الجزائر. وبين الجزائر والهند علاقات صداقة تاريخية تعزز حاضرا واعدا لتعاون اقتصادي وثيق. وفي النشرة نقف عند مجالات الشراكات المثمرة والتعاون الاقتصادي بين البلدين. مركب تميع الغاز الطبيعي 3 بأرزيو عصرنة وتحديث يكسبان الجزائر مكانة هامة كشريك طاقوي موثوق. وببرج بوعريريج تموين مناطق النشاط الصناعي بالكهرباء يسهم في بعث الحركية الاقتصادية. دولياً، وفي ختام فعالياته بإسبانيا منتدى الشباب العالمي للتضامن مع القضية الصحراوية يجدد التضامن اللامحدود ويطالب بوقف نهب الثروات الطبيعية للشعب الصحراوي من قبل الاحتلال المغربي. المنتخب الوطني لكرة القدم يسعى لافتكاك تأشيرة التأهل إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم خلال لقائه مساء اليوم بمنتخب الطوغو بالعاصمة لومي. بداية، وفي اليوم الثاني من زيارة دولة هي الأولى من نوعها لرئيس هندي في تاريخ العلاقات بين الجزائر والهند، تواصل رئيسة جمهورية الهند السيدة دروبادي مورمو زيارتها إلى الجزائر والتي تدوم 4 أيام، حيث خص رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ضيفة الجزائر باستقبال رسمي بمقر رئاسة الجمهورية. رئيسة جمهورية الهند، وبعد تحية العلم الوطني استعرضت تشكيلات من الحرس الجمهوري أدت لها التحية الشرفية. ليصافح ضيفة الجزائر بعدها السيدة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، حيث أخذ الرئيسان صورة تذكارية أمام الصحافة الوطنية والدولية. بعدها صافح رئيس الجمهورية رفقة ضيفة الجزائر أعضاء وفدي البلدين. وبمقر رئاسة الجمهورية أجرى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون محادثات على انفراد مع رئيسة جمهورية الهند السيدة دروبادي مورمو. وبمقام الشهيد بالعاصمة وضعت رئيسة جمهورية الهند السيدة دروبادي مورمو إكليلا من الزهور، ووقفت دقيقة صمت أمام النصب التذكاري المخلد لأرواح شهداء الثورة التحريرية المجيدة. ضيفة الجزائر، وبعد إطلالة على خليج الجزائر تنقلت رفقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري إلى المتحف الوطني للمجاهد، حيث اطلعت على تاريخ المقاومة والنضال والثورة التحريرية المجيدة لتوقع في الأخير على السجل الذهبي للمتحف.
وتشكل زيارة رئيس جمهورية الهند دروبادي مورمو إلى الجزائر محطة تاريخية في توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تفتح آفاقا جديدة للتعاون الاستراتيجي في مختلف المجالات. هذه الزيارة تأتي لتعزز حاضرا واعدا يؤسس لآفاق أوسع من الشراكة المثمرة، مستندا على ماض متين من الصداقة والتضامن. ندوة جدي. تعود جذور العلاقات الجزائرية الهندية إلى سنوات النضال ضد الاستعمار، حيث كانت الهند من بين أوائل الدول التي دعمت حق الجزائر في الحرية والاستقلال. في تلك الفترة حين كان الشعب الجزائري يناضل لاستعادة حريته ضد الاستعمار الفرنسي، وقفت الهند بقيادة زعيمها التاريخي جواهر لال نهرو إلى جانب الجزائر في المحافل الدولية داعمة حقها في تقرير المصير. لم يكن ذلك الدعم مجرد موقف سياسي عابر، بل كان جزءا من رؤية الهند واحترامها العميق للشعب الجزائري. امتزجت هذه الرؤية مع تطلعات الجزائر التي كانت ترى في الهند شريكا مخلصا في النضال المشترك ضد الاستعمار. وقد ترسخت هذه الروح التضامنية في مؤتمرات حركة عدم الانحياز التي كانت الهند أحد مؤسسيها، لتصبح الجزائر لاحقا عضوا فاعلا فيها ملتزمة بنفس المبادئ والأهداف. بعد الاستقلال انتقلت العلاقات الجزائرية الهندية إلى مرحلة جديدة، مرحلة البناء والتعاون المثمر. فالعلاقات التي بدأت على أساس التضامن ضد الاستعمار تحولت إلى شراكة اقتصادية وسياسية وثقافية. تبادل البلدان الخبرات في مختلف المجالات، ولكن العلاقات بين الجزائر والهند لم تقتصر على الجانب المادي فقط، بل امتدت إلى روابط ثقافية والفكرية. فمنذ استقلال الجزائر كانت الهند دائما حاضرة بروحها الثقافية العريقة، متمثلة في الفن والسينما والأدب. استلهم البلدان الكثير من التراث المشترك، وتفاعل المثقفون في البلدين في حوارات ثقافية أغنت المشهد الثقافي لكليهما. اليوم ترسم العلاقات بين الجزائر والهند ليست فقط على مؤشرات المصالح الاقتصادية أو الدبلوماسية، بل تبنى فوق أرضية صداقة صلبة تمتد عبر الزمن، تعكس التقاء تاريخين عريقين وثقافتين غنيتين. والشراكة الاقتصادية القائمة بين الجزائر والهند تشهد انتعاشا ملموسا في السنوات الأخيرة، تجسد في العديد من المشاريع الاستثمارية المشتركة على غرار وحدة الحراشة التابعة لمجمع صيدل لإنتاج الأدوية المضادة لداء السرطان والمضادات الحيوية بخبرة هندية. سهام سارزوك. الهند شريك استراتيجي في مجال الصناعة الصيدلانية. الشراكة تتجسد اليوم في إنتاج الأدوية. وحدة الحراش لإنتاج الأدوية لمجمع صيدال تنتج الأدوية كالمضادات الحيوية والمواد المضادة للسرطان والتكافؤ الحيوي. بالنسبة للشراكات الهندية عندنا 4 شراكات في حاليا. الأولى في مجمع المدية، مجمع أنتيبيوتيكال، بحيث ان نخدموا تما لا ماتيير بروميير تاع لي انتيبيوتيك. الشراكه الثانيه في لو سونتر دو بيوكيفالونس في لوساندي، هذا مركز التكافؤ الحيوي، هو ثاني في افريقيا والاول في الجزائر. وشريك ثالث في صناعه الادويه ضد السرطان لي زونتي كونسيرو شيميك، هذا درنا معهم 12 دواء لحد الان. والشريك الرابع في رانا نديرو في مصنع تاع الماتيغ بروميير في باتنا، فيه لي برودوي تاع مرض السكري والامراض القلب ماتيغ بروميير ولي زونتي انفلاماتوار. صيدل الحراش هي من احدث الوحدات الجديده التي يمتلكها مجمع الصيدل. لدينا قدرات انتاجيه تقدر بحوالي 40 مليون وحده سنويا خلال فريق واحد، لكن مع كثرة الطلب على الأدوية قمنا بزيادة الإنتاج وتشغيل الوحدات إلى غاية 3 فرق. يمنح الخبراء الهنود لوحدة الحراش لإنتاج الأدوية لمجمع صيدال الخبرة في الصناعة الصيدلانية، حيث تعد الهند من الدول الرائدة في هذا المجال. أعمل هنا في مجال تطوير الصناعة الصيدلانية. أنا هنا في الجزائر لنقل خبرتنا.
الجزائر تملك كفاءات في هذا المجال، وسنعمل سويا من أجل تطوير الشراكة بين الجزائر والهند. الهند عندها كفاءات قدموا لنا من تطوير ومن طرق في العمل كانت جد غنية، ويعني نقدروا نتمنوها إن شاء الله بإنتاج أدوية تكون في المستوى عدة اختصاصات من ناحية أمراض القلب، ولا من ناحية أمراض الكوليسترول، ولا من ناحية الداء السكري، ولا من ناحية يعني لمسنا عدة مجالات. خبرة ستساهم في تطوير المنتوج ليرتفع إلى 30 دواء جديد سيغطي السوق المحلية. لدينا مضادات الالتهاب، لدينا مضادات الألام، لدينا أيضا مضادات السرطان، لدينا عدة أدوية، وصيدال حاليا وحدة الحراش تقوم بتطوير 30 منتوج جديد بشراكة مع زملائنا من الهند. مساعي حثيثة تبذلها الجزائر في تطوير علاقاتها مع الهند في مجال الإنتاج الصيدلاني من أجل اكتساب الخبرة، فالهند تعد اليوم خامس أكبر اقتصاد في العالم. وضمن الشراكات الاقتصادية بين الجزائر ونيودلهي، تعمل شركة ألدي أزواو بالمنطقة الصناعية بتيزي وزو على تحقيق إنتاج نوعي في عملية تصنيع الجرارات والعتاد الفلاحي وفق خطة صناعية مدروسة لعلامة عالمية أثبتت مكانتها في السوق الوطنية. عبد الجبار بن يحيى. صفيحة الفولاذ هذه منتوج جزائري 100% من مجمع توسيالي للحديد والصلب، مادة أساسية لتصنيع الجرار الفلاحي ولوازم العتاد الزراعي هنا في مصنع ألدي أزواو في المنطقة الصناعية بوادي عيسي بتيزي وزو. هذا المصنع هو نتاج شراكة بين الجزائر ونيودلهي. تدير هذا المصنع كفاءات جزائرية شابة تملك الخبرة في إطار التدريب المتبادل بين الجزائر والهند. أنا هنا أخدم في كوموبيراتور سيو ماشين في الماشين هذه تاع البريوز، وندير البروغراماسيون تاع لابياس. هذه الماشين هي في سنتر ديزيناج دو طول، تخدم ملتي أوبيراسيون، منها ديكوب بلازما، ديكوب أوكسيكوباج، تروح حتى ل 90 ملم، وعندها ثاني صوت ديزيناج دو توزيني في لاطود. تصنيع الاجزاء الميكانيكيه استثمار يحصل معدلا تكامليا لهذا المنتوج الذي يحقق ارقاما في الانتاج. درت عام فورماسيون مع ماهيدرا في الهند، وهنا في عندنا في بلادنا في الجزائر، وبدينا في الصناعه تاع لي بياس 100% الجيريان. الطاقة الإنتاجية لهذه الوحدة هي 5000 جرار للسنة في زوج فريقين و2700 آلة زراعية. بكامل طاقتها سيتم خلق أكثر من 500 فرصة عمل مباشرة. يبلغ حجم مبيعات الشريك الهندي 23 مليار دولار، ويتواجد في أزيد من 100 دولة، ويجد في الجزائر شريكا يحقق طموحا صناعيا مشتركا. In Algeria, we have been present for past 15 years. نحن متواجدون منذ 20 عاما مع شريكنا وموزعنا في الجزائر. يوجد أكثر من 4000 زبون راض في السوق الجزائرية. نريد العمل مع المزارعين هنا وأيضا مع السلطات لتطوير الزراعة في الجزائر. حاجة السوق الجزائرية هي 10,000 جرار سنويا. مسار اقتصادي لتحقيق إنتاج صناعي نوعي يرسم طريقا ويصل جسرا متينا بين الجزائر ونيودلهي. ومن ضمن أوجه التعاون والشراكة المتعددة بين الجزائر والهند، يأتي مشروع إنجاز الخط المزدوج للسكة الحديدية الرابط بين ولايتي غليزان وشلف بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية كأحد أبرز المشاريع النموذجية بين البلدين. مختار مذكور. وجه من أوجه الشراكة بين الجزائر والهند، مشروع إنجاز ازدواجية خط السكك الحديد الرابط مدينتي للبيوادسلي على امتداد ناهز 100 كيلومتر. آخر الرتوشات لتسليم هذا المشروع الحيوي قاربت على الانتهاء. مشروع من ثمار الشراكة الدبلوماسية الجيدة التي تجمع الجزائر بالهند.
العلاقة المتينة التي تجمع البلدين أسهمت في إنجاز هذا المشروع الهام وبكفاءة عالية، ونحن نطمح لمزيد من الشراكات الاقتصادية البينية مستقبلا. احنا رانا نشوفوا بحاجة لما راهي تتطور، وكاين على حسب ما شو كاين أربع سكة حديدية، وعلى حسب ما قالونا بلي السرعة كانت نظن 100 ولا 120 راهي 160، وهذا يساعد المواطن باش يوصل بار اكزومبل. روحوا احنا الجي اورون كنا نديرو 6 ولا كنا نديرو 3 ولا 2. هذا المشروع يهم كثير الوطن تاعنا، وفي اخص النقل نقص علينا بزاف، نمشوا احنا والعائلات في اريحية، وخاصة الوقت يهم كثير مع كثرة السيارات وكاع، والحمد لله. هذه حاجة مليحة للبلاد، رايح تزيد البليس البلاد سواء في التنقل تاعنا، سواء في التجارة تاعنا، في تنمي الاقتصاد تاعنا. والحاجة بليس راح نربحوا وقت، كنا بكري كنا نديرو حتى 4 سوايع 5 سوايع، الحمد لله بالك تكون ممكن ساعتين 3 سوايع باش نعقل وهران. المكسب ومن أبعاده تطوير منظومة النقل عبر السكك الحديد لنقل المسافرين والبضائع بشكل آمن وسريع، بالنظر لعدد المنشآت الفنية المنجزة على امتداد المشروع. الشركة الهندية ملتزمة بمخطط والرزنامة لتنفيذ المشروع لضمان جودة خدمات ومطابقة المواصفات العالمية في الجولان في السكك الحديدية. المشروع الهدف متاعه هو تقليص مدة السفرة سواء للمواطنين وإلا للبضائع. 7 محطات منها 6 مزدوجة لنقل المسافرين والبضائع، ومحطة مركزية ورئيسية في ولاية غليزان. الآن تصل وتيرة الأشغال إلى أكثر من 94% بعد إنجاز كل المنشآت الفنية الأساسية والقاعدية. بالنسبة للنسبة المتبقية يعني تتمنى حوالي باش بالك أن التسليم يكون في خلال الأشهر القليلة القادمة. مشروع خط السكك الحديد يل الواتسلي يعد امتدادا للخط العملاق الرابط الطارف بتلمسان، والذي سيعزز من قدرات النقل بشكل كامل. والجزائر الماضية في سياسة تنويع شركائها الاقتصاديين وفق رؤية استشرافية تواصل مسار التطوير والعصرنة. عصرنة تشهدها مختلف المركبات الغازية لإنتاج الغاز المسال لتعزز مكانتها كشريك طاقوي موثوق بين موردي الغاز في العالم. العينة اليوم من مركب تمييع الغاز الطبيعي 3 بأرزيو مع سفيان مقنين. يعتبر مركب تمييع الغاز الطبيعي رقم 3 واحدا من أحدث المركبات الغازية في الجزائر، يتربع على مساحة 70 هكتارا، ويتميز باستقلالية طاقوية وتجهيزات للتقليل من انبعاثات الغازات الدفيئة. الحفاظ على الطاقة الإنتاجية للمركب عند أعلى مستوياته، يخضع المركب وبشكل دوري لعمليات صيانة مخططة لجعل التركيبات والمعدات أكثر موثوقية. يتميز مركب تمييع الغاز الطبيعي رقم 3 عن باقي المركبات بذاتيته في الطاقة الكهربائية، حيث نعتمد على 4 مولدات للطاقة الكهربائية سعة كل واحدة منها 42 ميجا واط. المركب يتميز بقدرة إنتاجية وتخزينية هائلة، وينتج أساسا الغاز الطبيعي المسال إضافة إلى غازات الإيطان والبروبان والبيطان. للمركب قدرة إنتاجية تقدر ب 4.7 مليون طن سنويا من الغاز المسال GNL ومنتوجات ثانوية أخرى مثل البروبان والبوتان والإيطان. يتم تخزين هذه المنتجات في المخزنات حتى يستوعب المركب بطاقة تخزين الغاز المسال تقدر ب 320 ألف متر مكعب من متر مكعب. يتم توجيه هذه المنتجات نحو حوض الاستقبال الذي يمكنه استوعاب باخرات التي تقدر سعتها ما بين 40 ألف إلى 220 ألف متر مكعب، وذلك من أجل التصدير. القطار الضخم لمركب تمييع الغاز الطبيعي رقم 3 بيرزيو عنصر مهم في سلسلة إنتاج الغاز الطبيعي المسال لشركة سوناطراك، واستثمار ناجح يعزز دورها في تزويد السوق الدولية بصادرات الغاز المسال.
وبالنظر إلى سلسلة الإجراءات والتدابير المتخذة لتحسين مناخ الاستثمار ببلادنا ومرافقة المستثمرين، برزت عدة استثمارات منتجة مدرة للثروة وتساهم في استحداث مناصب الشغل. ويعد تموين المناطق الصناعية ببرج بوعريريج من أبرز أوجه هذه المرافقة. سعيد بلونيس. فضلاً عن استفادة الساكنة بمزايا الغاز الطبيعي، بالنظر للطلب المتزايد والتوسع العمراني الذي تشهده ولاية الجمهورية، تحدي آخر أمام مجمع صنع الغاز في مرافقة المد الاستثماري بعد التحسن في مناخه المشجع للتدفقات الاستثمارية والعينة من إحدى أهم المناطق الصناعية بولاية برج بوعريريج. في إطار تموين المناطق الصناعية بالكهرباء والغاز، قامت مديرية توزيع برج بوعريريج، خاصة وأن ولاية برج بوعريريج بصفتها ولاية صناعية بامتياز، بتموين مشتى فاطمة بثلاث منطلقات 30 كيلو فولت ومحول غاز 30 متر ساعي. المنطقة الصناعية مشتى فاطمة التي بإمكانها توطين أكثر من 384 مشروعا، استفادت من محطة لتخفيض الضغط التي بإمكانها ربط كل القطع وتلبية طلب أي مستثمر صناعي وافد بشكل مباشر، إذ لا يمكن الاستغناء عن المصدرين الطاقويين الكهرباء والغاز لأي خط إنتاج. قمنا بوضع حيز الخدمة محطة خفض ضغط الغاز بسعة 30,000 متر مكعب ساعي، وذلك لتلبية كل حاجيات المستثمرين المتواجدين في هذه المنطقة بالطاقة الغازية. مع الربط النهائي للمادة نتاع الغاز لازون اندستريال مشتى فاطمة، وفايسي منو دوغمونتي لا برودكسيون دون فاسون دون لوتر فاسون ان شاء الله، وفايسي دو فير لي بيرسبكتيف تاعنا بار القدام ان شاء الله. الغاز في خدمة التنمية المحلية وامام الاحتياطات المعتبرة والتي تمكن الجزائر من الوفاء بالتزاماتها الطاقوية في الأسواق الدولية خدمة للاقتصاد الوطني. تحتضن الباهية وهران فعالية دورة ثانية عشرة لمعرض ومؤتمر إفريقيا والبحر المتوسط للطاقة والهيدروجين نباك 2024، وسط حضور متميز للشركات النفطية العالمية وخبراء في الطاقة. ولمزيد من التفاصيل نربط الاتصال بزميل ماسين حمية الموجود بقصر المؤتمرات. ماسين، أهلا بك. ما أبرز النقاط التي تطرق إليها المشاركون في الندوة؟ نعم، أهلا بك زميلتي. إذن على المباشر من هنا من ولاية وهران وقصر المؤتمرات، نذكر بأن هذا الصالون كما قلتم بمشاركة قياسية للعديد من المشاركين. هذا المؤتمر الذي أقول بأن نابيك 2024 ينطلق هنا بمركز المؤتمرات محمد بن أحمد بوهران، وسط مشاركة قياسية أكثر من 200 جلسة عبر 20 فئة وأكثر من 100 متحدث من خبراء الصناعة الدوليين وممثلين من مجتمعات الطاقة والهيدروكربونات العالمية، مما سيوفر فرصة فريدة لاكتساب رؤى حول سلسلة القيمة بأكملها في الصناعة الطاقوية. لذا وباطلاعنا على البرنامج وجدناه يتناول مواضيع الساعة التي ترتبط بمختلف مصادر وأنماط إنتاج الطاقة، وكذا التقنيات الحديثة والنظيفة والابتكارات منخفضة الكربونات، بالإضافة إلى دور الغاز الطبيعي والهيدروجين في الانتقال الطاقوي العالمي، مع التأكيد على دور الهيدروجين كحل واعد لإزالة البصمة الكربونية، وما الاتفاقيات التي وقعت صباحا بين شركتي سوناتراك الجزائرية وسيبسا الإسبانية. إلا دليل على ذلك هي مذكرة تفاهم لإنجاز دراسة جدوى مشتركة لتطوير مشروع متكامل لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته في الجزائر بهدف تزويد السوق الأوروبية بشكل رئيسي. هذا وسنوافيكم بتفاصيل أخرى عقب نشراتنا ومواعيدنا اللاحقة إن شاء الله. شكرا لك ماسين على كل هذه
التفاصيل. وقصد تحسين الأداء وتدارك بعض النقائص مستقبلا، عقد لقاء تقييمي لحملة المخيمات الصيفية بمراكز العطل والترفيه خلال موسم الاصطياف السابق، التي استقبلت أزيد من 30,000 طفل بينهم أبناء الجالية الوطنية المقيمة بالخارج. وزير الشباب والرياضة عبد الرحمن حماد الذي أشرف على اللقاء التقييمي بمقر الوزارة أعطى بالمناسبة تعليمات لمباشرة تحضيرات للموسم القادم حتى نشوفوا يعني كل إيجابيات نتمنوها وبعض النقائص حتى نتفادوها في الموسم القادم إن شاء الله. وطلبت من المدراء والمعنيين بتحضير هذه الحملات الصيفية لأبنائنا أنهم يعني يباشروا الآن تحضيرا للموسم المقبل إن شاء الله، حتى يتسنى لهم يعني تحضير في أريحية ويوجدوا كل الإمكانات اللي لازم لأطفالنا في الموسم المقبل إن شاء الله. تمكنت المصلحة الجهوية لمكافحة الاتجار غير المشروع للمخدرات بولاية تلمسان نهاية الأسبوع الماضي من تفكيك نشاط شبكة إجرامية منظمة تنشط في تهريب المخدرات، مع توقيف شخصين من عناصرها وضبط أزيد من قنطار من الكيف المعالج. العملية جاءت على إثر تحريات بشرها محققو المصلحة حول نوايا إجرامية لتعزيز شحنة معتبرة من المخدرات قادمة من المغرب، حيث أفضت الأبحاث العملياتية إلى رصد تحركات مشبوهة لشخصين على متن مركبة سياحية بمدينة عين صفرة بولاية عامة وتوقيفهما وضبط 109 كيلوغرامات من المخدرات كانت مخبأة بإحكام داخل المركبة. وتم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين صفرة بولاية عامة عن جنايات التهريب وتبييض الأموال والمتاجرة بالمخدرات بطريقة غير مشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة. في الانشغال الصحي وبمناسبة شهر أكتوبر الوردي، يزداد العمل التوعوي بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، خطوة مفصلية في مسار العلاج والشفاء تتم من خلال حملات التوعية والتحسيس عبر الوطن. وبولاية عين الدفلة تحط أول قافلة توعوية متنقلة رافقتها عن تلفزيون ملك بن عويشة. ثلاث عيادات متنقلة مجهزة بأحدث الوسائل الطبية للكشف المبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم تحط بالمؤسسة الاستشفائية لخميس مليانة بولاية عين الدفلة. لما المرأة الجزائرية والله تدير الفحص المبكر تاعها راح تتفادى حالات يعني خطيرة جدا، يعني ونكونوا حنايا الحمد لله يعني الوسائل والتقنيات الحديثة في الجراحة رانا نستعملوها، خاصة في مركز بيير ماري كيوري اللي عنده 30 سنة خبرة في علاج مرضى السرطان خاصة سرطان الثدي. درتها قبل 40 سنة وانا ماذا بيا نعاود نديرها باش نطمئن على صحتي لا قبل ما تتطفر. الكشف المبكر هذا سي نورمال، حاجة مليحة تاع هذا المبادرة تاع الوزارة وتاع 5 مليانة لقيتها تاع 5 مليانة الحمد لله يا ربي. مكافحة السرطان بتعزيز حدود الشفاء مسعى جهود الدولة، 25 مركزا لمكافحة السرطان يضاف إلى المراكز المنجزة عبر الوطن مع نهاية 2025، وستدعم ب 68 مسارعة عام 2026. الأعوام القديمة كان يجيو 80% من النساء اللي لحقوا لي يعني للعلاج حتى يعني للشيروجيان 80% يلحقوا في حالات متقدمة كتير. الآن الحمد لله الدراسة الأخيرة اللي لناها أكثر من 35-40% من النساء يلحقوا في الحالات المبكرة، فهذه هي النتيجة اللي احنا ننتظرها أننا نحسنها. التوعية والكشف المبكر عنده دور كبير فيما يخص الصحة العمومية، هذا يضاف، هذه إضافة ولا بناء أخرى تضاف إلى ما تقوم به مصالح الصحة على مستوى ولاية عين دفلة. والوقاية والجانب الوقائي والكشف المبكر أثبت الطواقم الطبية أثبتت أنه ناجع ونافع. في خطوة مهمة نحو مكافحة السرطان وتعزيز الثقافة الصحية لدى النساء، القافلة الطبية ستنتقل بعد عين دفلة إلى ولاية خنشلة.
دوليا وفي ملف الصحراء الغربية وتحت شعار واقع وتحديات، تحتضن مخيمات اللاجئين الصحراويين فعاليات الملتقى الدولي التعليم الجامعي والتكوين المهني. الملتقى يشهد مشاركة دولية واسعة لأساتذة أكاديميين وخبراء وحقوقيين من إفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية. عمر تواجين. تكريسا لبناء دولة المؤسسات الصحراوية وترقية للتكوين والعمل الأكاديمي، نظمت فعاليات الملتقى الدولي للتعليم الجامعي المهني بمخيمات اللاجئين الصحراويين وسط حضور دولي كبير. ورانا متواجدين هنايا للمشاركة في هذه الندوة والسعي لإنجاح هذه الندوة ونقل الخبرة الجزائرية خاصة في مجال التكوين المهني للأشقاء الصحراويين. نود أن نبعث برسالة ليس فقط للحاضرين هنا ولكن أيضا للمنظمات والدول سواء في أوروبا أو خارجها للتعاون مع الدولة الصحراوية ودعمها أكثر. نتحدث عن التعليم والتكوين التقني وقدرتهما على المساعدة في إرساء المساواة بين الناس. نحن نعبر عن تضامننا مع المواطنين هنا في المخيمات. نحن هنا في إطار مساعي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدعم التعليم العالي على مستوى طبعا للأشقاء الصحراويين، وهذا ما يعكسه عدد كبير من الطلبة الذين يزاولون دراستهم مختلف الجامعات الجزائرية، ونقل هذه الخبرات وطبعا إلى الأشقاء الصحراويين. من المهم للغاية توحيد علمنا وبناء القدرات في مجال العلوم، كما يجب علينا أيضا أن نركز أكثر على التعاون جنوب جنوب لتحقيق الأفضل للجميع. ومن خلال تواجدنا هنا أعجبنا كثيرا بصمود الشعب الصحراوي. الملتقى كان فرصة لعرض التجربة الصحراوية ضمن مسار كفاح الشعب الصحراوي، استعراض التجربة الصحراوية في المجالين، ولكن إغناء كذلك التجربة، خاصة أن تحضر معنا يعني وفود نوعية من الجزائر الشقيقة ومن موريتانيا ومن مختلف بلدان أوروبية مختلفة ومن أمريكا اللاتينية، وبالتالي يعني سيكون فضاء للنقاش للبحث للدراسة ولي يعني التفكير في يعني تعزيز الأسس التي انبنت عليها التجربة الصحراوية. المحطة تعد فرصة لتبادل الخبرات وتعزيز روابط العمل المشترك، ترقية للحراك التضامني التي باتت تشهده القضية الصحراوية مؤخرا. هذا واختتمت ببيلباو بإقليم الباسك بإسبانيا فعالية منتدى الشباب العالمي للتضامن مع الشعب الصحراوي، حيث أكد المشاركون في البيان الختامي مساندتهم المطلقة لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، مطالبين بوقف نهب ثرواته الطبيعية. موفدة التلفزيون فوزية تاج. ينعقد منتدى الشباب الدولي للتضامن مع الشعب الصحراوي في سياق سياسي وتطورات للقضية لها تداعيات على اقتصاد المحتل المغربي وتحتم على الدول الوازنة من النظر في مواقفها، خاصة وأن قرارات محكمة العدل الأوروبية أكدت حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره غير قابل للتصرف، وأن الاحتلال المغربي لا يملك سيادة عليه. هامش المناورة أمام المفوضية والمجلس أصبحت شبه معدومة لمواصلة الاستغلال اللاشرعي للثروات الطبيعية الصحراوية بمعزل عن إرادة الشعب الصحراوي، وبالتالي يعني المغرب يجد نفسه بدون مصادر تمويل عملاقة كان يمول بها الاحتلال العسكري للصحراء الغربية. هو الحق الذي زكته المحكمة العدل الأوروبية بحكمها الأخير الذي يلغي ويؤكد عدم شرعية كل الاتفاقيات التي تحاول دولة الاحتلال المغربية توريط الاتحاد الأوروبي من خلالها للاستمرار في استنزاف خيرات الشعب الصحراوي. جئنا هنا في هذا المنتدى الشباني لأجل أن نلتقي مجددا، لأجل أن نؤكد تضامننا ووقوفنا إلى جانب الشعب الصحراوي. من المفيد جدا بين الفينة والأخرى أن نلتقي لقاءات من هذا المستوى لكي نجتمع لنقيم جهودنا. المنتدى فرصة لتوسيع شبكة التضامن والمساندة عبر الشباب الذي سيكون على عاتقه نقل صوت الشاب الصحراوي إلى دولهم وحكوماتهم لحشد الدعم والدفاع عنه في المنابر الأممية والعالمية.
سنتضامن مع الشعب الصحراوي مثلما فعلنا مع الشعب الفلسطيني، وذلك بغلق الجامعات تنديدا بالاحتلال المغربي الذي يحتل الأرض الصحراوية وينهب خيراتها. الصحراء الغربية مثل بقية الدول الإفريقية من حقها الاستقلال، لأنها دولة مستعمرة من طرف الاحتلال المغربي، وهذه السياسة ضد الدول في تقرير مصيرها وحقوق الإنسان أيضا. التقيت شباب صحراوي وشباب جزائريين وأوروبيين، كلهم يجمعون على أن هنالك انتهاكات لحقوق الشعب الصحراوي في تقرير مصيرها. نحن نعمل هنا في هذا اللقاء على حشد كل الجهود للتضامن مع الشعب الصحراوي وقضيته العادلة، ونطالب بحريته وتقرير مصيره وسيادته على ثرواته الطبيعية. نقف تماشيا مع المواقف الثابتة والقناعات الراسخة للجزائر العظيمة دعما للقضايا الإنسانية. تفعيل المشاركة النشطة للشباب يساهم في تعزيز الوعي العالمي بحقوق الإنسان وشرعية المطلب ودعم الشعب الصحراوي في نصرة قضيته. والمحتل المغربي يتلقى صفعة جديدة من القضاء الأوروبي، وهذه المرة من القضاء الفرنسي الذي كشف مرة أخرى زيف ادعاءات النظام المغربي ومحاولاته المتكررة لإخفاء الحقائق بعد رفعه دعاوى ضد مجمع ميدياپارت إلى جانب صحف عالمية أخرى فجرت فضيحة التجسس الكبرى بيجاسوس محاولا التغطية عليها، لكن كل مناوراته باءت بالفشل. أيدحو. من جديد يقف النظام المغربي أمام الحقيقة العارية التي تأبى الانكسار أو التراجع. هذه المرة لم تأتي الضربة من أروقة السياسة أو الاحتجاجات الشعبية، بل من داخل ساحات القضاء الفرنسي الذي رفض بشكل قاطع كل محاولة المخزن المغربي لإسكات فضيحته التي كشفتها الصحف الفرنسية والعالمية. ففي حكم نهائي صادر عن محكمة النقض تم إسقاط الدعوى التي رفعها المغرب ضد مجمع ميدياپارت، ليكون هذا الحكم ضربة موجعة أخرى تقسم ظهر المخزن وكل من يدعمه على فضيحة التجسس الكبرى المعروفة ببيجاسوس. بدأت الحكاية مع فضيحة البرنامج الصهيوني للتجسس الذي استخدمته المخابرات المغربية لاختراق هواتف 10 صحفيين والنشطاء عبر العالم، من بينهم شخصيات بارزة في ميدياپارت، والذين كشفوا للعالم أن أرقام هواتفهم كانت من بين الآلاف التي اخترقها النظام المغربي عامي 2019 و2020. فضيحة تجسسية بأبعاد دولية كشفتها منظمة Forbidden Stories ومنظمة العفو الدولية و16 وسيلة إعلامية شهر جويلية 2021. وفي مقال نشرته ميدياپارت أكدت فيه بأن حكم القضاء الفرنسي انتصار لها، موضحة أن هذه الهجمة الشرسة للمغرب لم تستهدفها لوحدها، بل شملت العديد من الصحف الفرنسية الأخرى التي فجرت القضية. والهدف الحقيقي من وراء ذلك هو محاولة المخزن دفن القضية وخباياها. مجمع ميدياپارت عبر كذلك عن خيبة أمله من عدم رد الفعل من السلطات الفرنسية التي تتستر على هذه الفضيحة والانتهاكات الجسيمة للحرية الأساسية، ليعطي درسا في الأخلاق للنظام المغربي. ويبدو أن أكتوبر هو شهر الصحوة المغربية على واقع الصحراء الغربية، فلطالما ملأت المملكة المغربية أسماع العالم بادعاءاتها المتكررة حول إغلاق ملف الصحراء الغربية، مؤكدة أنها حققت جميع أهدافها في فرض سيطرتها عليها، غير أن الواقع كما أظهرته الأحداث الأخيرة كان مختلفا تماما، فالأوهام التي نسجها المخزن حول هذه القضية بدأت تتلاشى، وها هو أكتوبر يطل علينا بشهر الحقيقة الذي تكشف فيه المملكة وفضائحها، وأن ملف الصحراء الغربية لم يطوى، وأن المعركة القانونية والسياسية لم تنتهي بعد.
في تطورات الوضع بالأراضي الفلسطينية المحتلة، يواصل الاحتلال الصهيوني ارتكابه مزيدا من المجازر في حق المدنيين العزل، حيث ارتكبت قوات الاحتلال الصهيوني مجزرة جديدة هذا الصباح بمدرسة للاجئين بمخيم النصيرات وسط القطاع، أدت إلى ارتقاء 22 شهيدا بينهم 15 طفلا وامرأة. هذا فيما أصيب أزيد من 80 آخرين بجروح في استهداف الاحتلال لخيام النازحين في جنح الليل داخل مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط القطاع. وفي العدوان الصهيوني على لبنان، غارات جوية صهيونية مكثفة استشهد على إثرها شخصان وأصيب آخرون ببلدة الأنصار في النبطية جنوب لبنان، فيما شن طيران الحربي غارات استهدفت بلدتي دير قانون رأس العين والسماعية وبلدة كفر كلا جنوبي البلاد والتلال المحيطة بمدينة الهرمل في البقاع الشرقي. وفي ردها على هذا العدوان الغاشم، كثفت المقاومة من ضرباتها على الحدود اللبنانية بالمسيرات والصواريخ، وصفت بالأعنف منذ بداية الحرب. ونختم مشاهدينا بأخبار الرياضة، حيث يسعى المنتخب الوطني لكرة القدم اليوم إلى حسم تأشيرة تأهله إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2025 خلال المقابلة التي ستجمعه اليوم بمنتخب الطوغو بالعاصمة لومي بداية من الساعة 5 مساء، وذلك في إطار الجولة الرابعة للمجموعة الخامسة من التصفيات القارية. مبعوث التلفزيون الجزائري إلى الطوغو بلال بناري. التأهل إلى كان 2025 هو رهان المنتخب الوطني أمام نظيره الطوغولي. أشبال بيتكوفيتش يتصدرون المجموعة الخامسة بتسع نقاط بعدما أمطروا شباك منافسهم في الجولة الثالثة بخماسية كاملة. ورغم الفوز الكبير، رفقاء ياسين بنزيا يريدون التأكيد أمام فريق يبحث عن بعد حظوظه في التأهل. بالفعل نحن مركزون جيدا، المجموعة متفاهمة فيما بينها، عاينا المباراة الماضية لتصحيح الأخطاء، ولقد أتينا إلى هنا من أجل تحقيق الفوز والتأهل. الحصة التدريبية الرئيسية على ملعب المباراة جرت بحضور كل التعداد وفي أجواء حماسية وجدية لتفادي المفاجأة، يقول أمين غويري. نعم بالفعل الفريق يتطور من يوم لآخر، هنالك مزيج بين الشباب وأصحاب الخبرة، هذا جيد من أجل الفريق، نحن نتطور رفقة المدرب، المباريات تتشابه جميعا، ندرك أن اللعب خارج الديار صعب ونحاول التحضير جيدا من أجل الفوز في هذا اللقاء. الشارع والطوغولي الذي لم يتجرع بعد مرارة الهزيمة الثقيلة كله ثقة في أشبال المدرب نيبومبي من أجل قلب الطاولة وإحياء أمال التأهل للكان. الطوغوليون ليسوا فرحين بأدائهم، لسنا مسرورين بالنتائج لكن نتمنى الأفضل. هي الفرصة الأخيرة لصقور للعودة في سباق التأهل، كما أنها فرصة المحاربين للتأهل قبل جولتين عن إسدال ستار تصفيات كان 2025. في أجواء حماسية أجرت العناصر الوطنية آخر حصة تدريبية على أرضية ملعب كيغي قبل مواجهة منتخب الطوغو والرهان حسم ورقة التأهل إلى كان 2025. بلال بناري وبعثة التلفزيون الجزائري لومي الطوغو. ومن العاصمة الطوغولية لومي يلتحق بنا على المباشر زميل بلال بناري. بلال أهلا بك. رفقاء القائد رياض محرز عازمون على كسب نقاط المباراة وحسم التأهل. مساء الخير، تحية لك مجدة لمشاهدينا الكرام. فعلا مثل ما تفضلت به، العناصر الوطنية وبقيادة القائد رياض محرز تريد أن تطوي صفحة تصفيات كأس أمم إفريقيا قبل جولتين عن الختام، وذلك بالعودة بنتيجة إيجابية من هنا من لومي. التعادل يكفينا من أجل التأهل إلى نهائيات 2025. الأمور مضبوطة على مستوى اللاعبين وعلى مستوى الطاقم الفني، أجواء رائعة في الحصة التدريبية. بعد لحظات من الآن ستتنقل حافلة المنتخب الوطني إلى ملعب المباراة كيغي، الذي يبدو بأنه سيكتض عن آخره بأنصار المنتخب الطوغولي
الباحث هو الآخر عن إحياء أماله في التأهل. ربما حالة الطقس المتقلب هنا في المناخ الاستوائي 30 درجة مئوية و73 درجة نسبة الرطوبة، ربما تكون أمطار. حالة الأرضية سيئة وتساعد الفريق الخصم، هكذا هي الأصداء التي عندنا لأنه يلعب اللعب الطويل المباشر. الآن بيتكوفيتش سيختار العناصر التي أبهرت ربما في المباراة الماضية من نفس أمام نفس المنتخب خاصة في الشوط الثاني ويحدث المفاجأة. نتأهل ونتفرغ لما هو أهم، ألا وهي النهائيات وكذلك التصفيات المونديال. المباراة بداية من الخامسة بتوقيت الجزائر ويديرها حكم كونغولي. إن شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا الوطني. بلال، مشاهدينا بأخبار الرياضة نختم النشرة، بقي أن نذكر بأهم ما جاء فيها. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يخص رئيسة جمهورية الهند دروبادي مورمو باستقبال رسمي في ثاني يوم من زيارة الدولة التي تقوم بها إلى الجزائر. وبين الجزائر والهند علاقات صداقة تاريخية تعزز حاضرا واعدا لتعاون اقتصادي وثيق. وفي النشرة وقفنا عند مجالات الشراكات المثمرة والتعاون الاقتصادي بين البلدين. كما تابعنا مركب تميع الغاز الطبيعي 3 بأرزو عصرنة وتحديث يكسبان الجزائر مكانة هامة كشريك تقوي موثوق. وببرج بوعريريج تموين مناطق النشاط الصناعي بالكهرباء يسهم في بعث الحركية الاقتصادية. وفي أخبارنا الدولية تابعنا منتدى الشباب العالمي للتضامن مع القضية الصحراوية يجدد التضامن اللامحدود ويطالب بوقف نهب الثروات الطبيعية للشعب الصحراوي من قبل الاحتلال المغربي في ختام فعالياته بإسبانيا. المنتخب الوطني لكرة القدم يسعى لافتكاء تأشيرة التأهل إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم خلال لقائه مساء اليوم بمنتخب طوغو بالعاصمة لومي. نهاية النشرة، شكرا لكم على المتابعة، في أمان الله.